حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا أحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار المواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أول موضوع عندنا في هذه الفقرة في فقرة فيس تو فيس، القباحة قد تكون على أنواع وأشكال. القباحة بالفعل، القباحة في الكلمة، والقباحة في الخبر. الخبر اللي وصف البعض أنه قبيح إلى درجة أنه ما ممكن أنه يتخيلها أو يتصورها البعض. مرضى السرطان أو الكانسر يدفعون فلوس هواي، يتداينون هواي، يبيعون اللي عندهم والما عندهم، سيارة، بيت، أي ممتلكات، على مود بس يحصلون على جرعة للكيمياوي أو أجور العملية أو حتى جهاز الفحص اللي هو البيت سكان. هذا جهاز الفحص اللي سعر الفحص يوصل إلى مليون أو أكثر من مليون دينار، مجرد أنه تفحص بأماكن وجود الورم. مرضى السرطان اللي هذا المرض اللي ما لحد الآن ماكو علاج شافي إلى، لكن أكو علاجات ممكن أو مضادات إليه، مثل استخدام جرع الكيمياوي أو استئصال الورم، استئصال جزء منه. مرضى السرطان اللي بدال ما نوقف وياهم ونعالجهم على نفقة الدولة ونعالجهم على من فلوسهم اللي عايشين بهذا البلد ومن نعيم هذا البلد، يطلع لنا خبر ما أنزل الله به من سلطان. والله شنو، البنك المركزي العراقي يعطي قروضا لمرضى السرطان 15 مليون دينار بفوائد 2.9%، يعني ينطي قرض دين يداينه ويرجع الهياء بعدين ويرجع الهياء بفائدة. كان استحيتوا من سويتوا هيك قرار قبيح، من نزلتوا هيك خبر حرام عليكم تنزلوه او تفكرون بيه اساسا، بدال ما تعالج هذا الشخص على نفقة الدولة تنزل له قرار والله شنو ننطي قرض 15 مليون. هي ال 15 مليون ال 10,000 دولار هاي، انت تدري بس تذاكر سفرك وحجزك وطيرانك للهند هي رايحه 10,000 دولار؟ انت مكيف مطي من نيه يعني مثلا؟ وليش قلت بالهند؟ لانه احنا هنا انا ما عندنا اي وسيله ممكن تتعالج بيها، اي مستشفى ممكن تتعالج بيها ما عندنا. نروح للهند، نروح لالمانيا، نروح للدول المجاوره، ايران، ما اعرف شنو، امارات، هنا نروح نتعالج، لبنان، لانه ما عندنا علاج ببلدنا. فانت فوق ما تساعده وتنطي هاي ال 15 مليون هبه، ولو هي ما تكفي، ما تكفي سفره مثل ما قلت لكم، انت والله تعطيها قرض مع فوائد، لا بارك الله بيكم. واللي فكر بهذا الموضوع واللي سوى هذا القرار واللي اتخذ هذا القرار ما مسامح، وهو انا ما مو بصدد انه ادعي عليه، مو بصدد انه اتكلم عليه، لكن الله سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى من يشوف البشر شنو جاي يسوي بالارض، باليم الناس، يم الناس المرضى، الله سبحانه وتعالى راح يحاسبه حساب عسير. لا نريد من نيتكم ولا ال 15 مليون القرض ولا الفوائد مالته. هو مريض، تساعده تداينه وتاخذ منه فائدة، الله لا يوفقك إن شاء الله. بس هاي اللي أرد أقولها، لأنه هذا الموضوع استفزني مثل ما استفز الشعب العراقي ومثل ما استفز هواي ناس أول ما سمعت أو قرأت أو شافت الخبر. حرام عليكم، لأنه الرحمة والإنسانية لازم تكون، وانت بنك مركزي فلوس البلد كلها عندك، من النفط ممكن يتعالج مريض السرطان،
من النفط، من فلوس النفط، من حصته بالبلد، بدال انت ما تعالجه على نفقة الدولة تنطي قرض بفوائد. لا بارك الله بكم. هذا هو موضوعنا الأول اللي راح نتحدث به في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع البنك المركزي العراقي. يقول البنك المركزي يطلق قروضا لمرضى السرطان والحالات المستعصية بقيمة 15 مليون دينار وبمدد سداد لا تتجاوز 5 سنوات بفائدة مالية 2.9%. يعني مثلا شنو ينطيكم يعني تطهم 15 مليون شقد تردون ترجعون؟ 17 مليون لو 16 مليون لو شنو؟ لو شقد الفائدة؟ ما أعرف نسبة الفائدة هسه، لازم نقعد نحسبها. يمو الله فوقاكم ويجاي يشوف البلاوي اللي جاي تسووها، مو الله سبحانه وتعالى حسيب ورقيب علينا يوم القيامة. مرضى السرطان اللي بدال ما تنطوهم فلوس وبدال ما تسفروا لهم وتتحملون التذاكر الطيران وتتحملون كل شيء والفيزا، انتوا فوق كل هذا تعطي قرض والله 15 مليون بنسبة فائدة 2.9%. وهسه اكيد همينا راح تقولون ها والله نعطي بس للموظفين او اللي عنده كي كارد. الفقير اللي ما موظف ولا عنده كي كارد ولا عنده راتب او دخل، هذا شنو مصيره؟ ما تنطوا قرض؟ شنو الفرق بين مواطن ومواطن؟ شنو الفرق؟ بس هاي اللي أرد أعرفه أنا من عندكم، بس أنتوا يعني ما شاء الله الناس ما قصرت بالتعليقات. طبعا هذا البيان اللي نزل، البنك المركزي العراقي يطلق قروضا صحية ميسرة. قرار البنك المركزي العراقي شمول ذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية بقروض ضمن مبادرته التنموية تمنح عبر المصارف المجازفة العراق، يأتي ذلك انطلاقا من دور البنك المركزي لدعم الشرائح الهشة في المجتمع العراقي. والله التهشين ممن لديهم ظروف صحية تستدعي انفاقا على الحالات العاجلة والحرجة ضمن مبادرته التنموية، إذ تم شمول مرضى السرطان والحالات المستعصية لتسهيل حصولهم على العلاج المطلوب. وحدد البنك المركزي العراقي آلية منح قروض صحية ميسرة بحدود 15 مليون دينار للحالات أعلى، ويتم دفع القروض بعد تقديم التقارير الطبية من الجهات المختصة والتي تثبت الحالة المرضية لطالبي القروض إلى المصرف، وستخضع تلك القروض للضوابط الموحدة الخاصة بالمبادرة بعمولة إدارية للبنك المركزي العراقي بواقع 5 بالألف من مبلغ القرض، تستقطع لمرة واحدة وفائدة بنسبة 2.9% متناقصة لصالح المصرف وبمدد سداد لا تتجاوز 5 سنوات. البنك المركزي العراقي الله لا يوفقكم، انت ردت تسوي خير بس اللي بداخلك منعك، لانه انت شلون تسوي خير لبلدك؟ شلون تسوي خير لابناء بلدك؟ انت فوق ما الدولة، فوق ما السياسيين، فوق ما الحرامية اللي ينهبون بالبلد وما بقى نشيل الفقير، انت تجي والله عبالك الست مسوي زينة؟ يعني هاي زينة يعني انت مطي قرض بدال ما تطلعه وتعالجه على نفقتك وعلى حسابك من فلوسه ومن ماله، انت تنطي قرض بنسبة فائدة وايضا بنسبة 5 بالألف فورية لمرة واحدة، 5 بالألف. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول حيدر مريض وتاخذ منه فائدة. أما حسين يقول مبادرة طيبة وبارك الله بكم، قل لي بروح أبوك البرلمانيين مشمولين بهذا القرار، لو علاجه هو وعائلته على الدولة. الأصلع زرع شعر اللي أسنانه خربانة عمل ابتسامة هوليوود اللي عنده شفط وعملية تجميل، كيف الظلم يكون؟ يعني اللي راتبه 500 ألف ياخذ قرض من الدولة حتى يتعالج، واللي راتبه يصل إلى 30 مليون يتعالج على حساب الدولة؟ أي منطق هذا وأي عدل؟ الله على كل ظالم. رعد يقول يعني مريض بدل ما تعالجوه مجانا تدخلونه بالربا، لا حول ولا قوة إلا بالله. علي
يقول: أسأل الله أن يرزق صاحب الفكرة والقرار وكل مسؤول في الدولة من 2003 إلى الحد الآن بنفس الألم الذي تعاني منه هذه الشريحة. طبعا احنا ما نتمنى المرض لأي واحد، بس من ضيم الناس، من قهر الناس، من الجشع اللي صاب هذول المتحكمين بالبلد، تعليقات هيك صارت والناس هيك قامت تكتب. سيد علي يقول: أي منطق هذا؟ وكيف للعقل أن يتقبل هذا الكلام؟ المفروض تكون منحة وليس قرض. المريض بهكذا مرض تكون نسبة الشفاء قليلة جدا. ولا ننسى إعجاز الباري عز وجل: يا رب شافي وعافي كل مريض بحق محمد وآل محمد. هذا كان آخر تعليق عندنا في موضوعنا الأول، اللي هو موضوع القروض اللي يمنحها البنك المركزي العراقي لمرضى السرطان والحالات المستعصية، اللي بوجهة نظرهم انه من ينطوهم 15 مليون هاي كافية وراح يسددها بعدين، لانه هو عنده فلوس. هو لو عنده فلوس ينزل راسه لكم، هو لو عنده فلوس مو يروح يتعالج وحده ويجي، لو عنده شغلات يبيعها مثل سيارة مثل بيت مثل قطعة أرض مو يروح يبيعها ويروح يتعالج. بس الله فوق، وتذكروا هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكم. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. أما موضوعنا الثاني اللي هو موضوع: قبل سنوات قليلة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والقنوات عن انضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمي، هذا الشيء الذي يحميها من التخريب، يحميها ويحافظ على حقوقها من الماء والنسب وكل هاي الأمور، يحميها يحافظ عليها. استبشرنا خيرا، فرحنا نشرنا وقلنا: يا الله دخلت الأهوار بلائحة التراث العالمي. ولكن ما الفائدة؟ جفت الأهوار وما حد حاجة تركيا تفتح المي، جفت الأهوار. اليوم يطلع لنا خبر جديد يقول: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن إدراج سد العظيم الأثري في ديالي والقنطرة البيضاء في كربلاء المقدسة ومن سجل التراث العالمي للري. سجل التراث العالمي للري، هذا الموضوع اللي راح نتحدث به. أنا بدي أقول شغلة معينة: إحنا شنو استفادينا من الأهوار من انضمت إلى لائحة التراث العالمي؟ شنو استفادينا منها؟ شنو استفادينا من فرحنا وقلنا يا الله وقلنا ما يتم المساس بهن؟ شنو اللي صار؟ أحد راح لتركيا وقالهم فتحوا المي عن العراق؟ أحد راح وقالهم يابا هذا اللي جاي تسووه أنتوا هذا شيء غلط؟ زين هن مو ضمن لائحة التراث الأسم، كيفين جايبين لي سد العظيم والقنطرة ما أعرف شو اسمها القنطرة البيضاء في كربلاء المقدسة ضمن سجل التراث العالمي للري؟ يعني شنو ما حد راح يطخن؟ شنو الاثنين هن يابسات؟ سيل هو الشق كبير كبير والرقعة صغيرة صغيرة ما يعني ما تكفي. زين فهاي المواضيع اللي تطلع للرأي العام وللناس من نناقشها ونسولف بيها ونتحدث بيها، هواي أمور تصير، هواي شغلات تصير. لازم الناس تعرف انه هاي الحالات وهاي المواضيع وراها يعني معلومات او وراها فد ناس يعني ما عندها عقل تفكر به. المنطق غاب عن بعض العقول. كل شيء ما راح نستفاد من هذا الموضوع سواء انضمن الى لائحة التراث العالمي او ما انضمن الى لائحة التراث العالمي، ما راح نستفاد من هذا الموضوع. والدليل الاهوار، لنا اسوة حسنة في الاهوار، ذيك وينها جفت يبست. تركيا سادة المي عليك، دولتك منبطحة، لا تحكي لا تسوي لا هذا، لا توقفوا الاستيراد ولا التبادل التجاري بين العراق وتركيا، بقيته تركيا تستفاد من العراقيين عايشين هناك يشترون هناك كل شيء نجيب من عندهم، النستل الملابس الدهن الزيت المواد الغذائية الحلويات كل شيء نجيبه من عندهم.
وننفعهم. حجم التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا لعام 2021 بلغ 22 مليار دولار. 22 مليار دولار ناخذ منهم بضائع وحاجات وشغلات. وانت تخيل هذا الموضوع. الخبر يقول الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن إدراج سد العظيم الأثري في ديالى والقنطرة البيضاء في كربلاء المقدسة ضمن سجل التراث العالمي للري. كانت التعليقات رونق تقول ما شاء الله عليكم، هذيك بابل وآثارنا متشبعة بالإهمال والرطوبة ومشمرة بالقاع والأهوار وجفت، والنوب السرقات اللي ما إلها أول ولا تالي، طبعا لا أول ولا تالي ولا آخر ولا بادئ. محمد يقول شيء بدون فائدة، وإذا ترجع التراث العالمي يشمل الحماية وسبقها بالانضمام الأهوار وحاليا جافة ومحركة ساكن لا تراث عالمي ولا غيرها، هاي الأشكال الروتينية الإعلامية ما تشبع جوعان. رفل تقول والله العراق به هواي أماكن تراثية جميلة بكل محافظات العراق، أكو أماكن تخبل لو يسوونها أماكن للسياح اللي يجون، هم استفاد الدولة وهم واحد يغير من نفسيته من يشوف بلده به أماكن حلوة وتراثية، لكن للأسف ما حد مهتم لهذا الشيء. طبعا ما حد مهتم لهذا الشيء. شيف منوشة أو منوش تقول إيه وبعدين غير يتم الاهتمام بيهم لو بس اسم، ما يتم الاهتمام بيهم بس اسم. دنيا تقول تاريخنا حافل بالإنجازات عكس حاضرنا مع الأسف، تاريخنا أو حاضرنا أو مستقبلنا أو ماضينا هو مجهول إلى شكل ما حد يتصوره. المستقبل مجهول والحاضر مجهول، الماضي عندنا علم به، لكن الحاضر والمستقبل في ظل هذه الظروف، في ظل تواجد هذه الحكومة، في ظل تواجد هذول الناس اللي عايشين بالبلد والسياسيين اللي يحكمون بالبلد، لا تترجون منهم شيء أبدا. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، ابقوا معنا لا تذهبون بعيدا. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، لدينا فيديوهات كثيرة في حلقتنا لهذا اليوم. الفيديو الأول، الطفل مقدس بين الأعمار الباقية، الطفل له حصانة، له الكثير من الأمور اللي تحميه. الطفل واحد ممكن يضحي بنفسه على مود أطفاله، واحد أو امرأة تضحي بنفسها على مود أطفالها. في بلاد الغرب التي تدعي الإنسانية وأنهم ملوك في الإنسانية، الإنسانية فوق كل شيء لديهم حسب ما يقولون، يستخدم ابنه كدرع بشري لحمايته. في أمريكا نشاهد الفيديو. وين الإنسانية بالموضوع اللي دائما ما تتحدثون بيها؟ شو العنصرية عندكم ما شاء الله؟ والدليل جورج فلويد، الإنسان اللي تم قتله بالخنق، ألقوا القبض عليه وبقوا 7 دقائق مختنق ويقولهم I can't breathe، أريد أتنفس، ما أقدر أتنفس، يقولهم أريد أتنفس. وين الإنسانية اللي تدعون بها؟ هذه الأفعال اللي نشوفها احنا، شوف وين وصل بهم الحال. يصدرون من خلال إعلامهم وأفلامهم ومسلسلاتهم أنهم ملوك بالإنسانية، لكن هذا هو واقعهم، استخدم طفله كدرع بشري لحماية نفسه من الشرطة. يعني ما أعتقد أكو حد يسويها بلادنا وبالعراق. يعني ايش قد عندنا ناس مجرمين، ايش قد عندنا ناس ما يخافون الله، بس ما عندنا احد هيك يسوي. يمكن طلعت احنا الانسانيه عندنا افضل منهم بكثير، بس احنا مضحوك علينا من خلال اللي نشوفه بالافلام والمسلسلات اللي ينتجوها هم. انسانيه احنا عندنا ما نلقي
فدي يوم أمن وطني شرطة جيش يلاحق شخص ويستخدم ابنه كدرع بشري. ما نشوف نايب بالعراق أو بالدول دول المنطقة، ما نشوفها أبد. لكن في هذه الدول التي تدعي الإنسانية نشاهد هذه المناظر، لنرى التعليقات ماذا كانت يقول أو تقول. يقول معاذ، يقول الولد راح يعاني من صدمة ومشاكل نفسية. في 66 يقول هواي تتكرر مشاكل بس الإعلام مالهم يغطي على هيجي شيء. حيدر يقول هكذا هم أمريكا، قمة في التصرفات البشعة ويهمون الشعوب بالديمقراطية. أي ديمقراطية؟ هذه الفيديوهات كارثية يا حيدر. يقول أبو ياسين معجزة طفل نجا من القتل على يد الكابوي. أما طارق يقول هذا هو الواقع عند غياب الرحمة، يدعون أنهم أهل الرحمة إعلاميين فقط، وهذا الواقع إعلاميين فقط. هذا كان الفيديو الأول اللي انتشر عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، اللي أخذ صدى كبير جدا أنه هذه البلاد تدعي الإنسانية وهم ما يملكون من الإنسانية شيء. الفيديو الثاني، الصدمة الثانية، الصدمة الكبرى في بلاد المسلمين والإسلام، في بلاد عربية تعرف معنى الإسلام وتعرف أن الإسلام واحد، وتعرف أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم الأنبياء عندما أتى بالدعوة الإسلامية وأسلم سائر الناس خاصة العرب، ونشوف مسلمين بأفريقيا ونشوف مسلمين بكل دول العالم. الإسلام هبة من الله أنعم عليها البشر. في الإمارات افتتاح معبد هندوسي كلف الكثير، معبد هندوسي لعبدة الأصنام في الإمارات. هم هناك، خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. هذا اللي شفناه هذا في الإمارات في البلد العربي المسلم. المشكلة هي المسلمين اللي بالهند هم يقتلون بيهم، لكن احنا نجي يمنا خليهم يعبدون هاي الأوثان والصنم، معبد هندوسي، هاي يعبدون هاي يعبدون هاي التماثيل، يعبدون الحشرات، يعبدون البقر، يعبدون الحيوان، كل شيء يعبدون، كل شيء يعبدون في الإمارات. وين راح يوصل بينا الحال؟ موت الإمارات دولة عربية مسلمة، الإسلام بعيدا عن أكو بالسوبر ماركتات مالتكم أكل حرام وأكل حلال ولحم خنزير وكل شيء موجود، بس توصل لدرجة حضنته للتمثال ومكيفين وشيوخ وما أعرف شنو عم حرام. هذا الشرك بالله، هاي الأفعال تساعدك على أن تشرك بالله؟ هاي وين راح تروح من رب العالمين؟ يا أخي الإسلام واحد، الدين الإسلامي واحد. أنت معبد هندوسي يعبدون بي أصنام ب 2022 ومكلفك 16 مليون دولار. هاي 16 مليون دولار لو مطيها لدولة لو مطيها للإسلام اللي بالهند اللي كاتلهم الظلم والجوع، ما كان استفاديت ودخلت بيها الجنة واخذت حسنات؟ هذا هاك نوب، هذا اللي يخوف، النوب اسود ايش كبره ايش قد يعبدوا. ادري عبد لي ربك اسود يصير اسود هيجي تعبده؟ ماكو شيء. الله سبحانه وتعالى اله واحد. هاي الالهه مين تجيبوها؟ ما اعرف والله. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. اول تعليق يقول الله اسخط عليكم، تتحدون مع الشرك. لو كانت ديانة سماوية ما فيها بأس، ولكن ديانة شرك بالله الواحد الأحد. لا وألف لا. لا حبيبنا
النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام هدم أصنام الكعبة الشريفة لأنها ترمز للشرك بالله، وأنتم تدعمون وتحتضنون الشرك الهندوسي، حلل وناقش هل أنتم مسلمون أم إمعة. أحمد يقول لو شعب متدين ويفهم عن جد لازم يحتجوا ويسكروا المعبد، والسكوت وطأطأة الرأس علامة من علامات الخنوع والموافقة فيها، فما تحكي هاي أعمال الدولة، الشعب ما له دخل فيها، أنت مسلم في بلد مسلم انصر دينك. شو انصروا ده ونفتح معبد هندوسي؟ هاجر تقول 16 مليون دولار ما كانوش أولى بهم مسلمو الإيغور ولا مسلمو الهند ولا حتى فلسطين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اي اي نقطة والله هذا شو اسمه 1HN والله يوزر تقول هم يفتحوا معابد بالإمارات والمسلمين بالهند يتم عبادتهم، حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا هم يفتحون هنا بالإمارات والمسلمين بالهند يتم عبادتهم. آمنة تقول الهندوس يكرهون الإسلام والمسلمين وقد طغوا في ظلم المسلمين، يا رب ردنا إليك ردا جميلا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا الله. طبعا الإمارات هذا الـ المعلومات أزيد، الإمارات تفتتح أول معبد هندوسي في دبي بتكلفة 16 مليون دولار ومساحة 2300 متر، ووجه حساب السفارة الهندية في الإمارات وجه الشكر والتقدير لوزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل زايد آل نهيان على دعم بلاده لثلاثة ونص مليون هندي من المغتربين في الإمارات، كما أثار افتتاح المعبد الهندوسي غضبا واسعا على منصات التواصل، وذكر مغردون تفاصيل معناه أن المسلمين في الهند معاناة المسلمين في الهند. شاركنا برأيك عبر التعليقات. هذا 16 مليون 16 مليون بمساحة 2300 متر، الشرك بالله، وين يردون يوصلون ما أعرف. هذا الفيديو هو كان في الإمارات في البلد المسلم اللي يفتتح معبد هندوسي ويخلي الناس تعبد الأصنام والأوثان وهاي الخزعبلات، وكل من جايب له رب وإله ويقعد يعبده، ما أعرف، ما له داعي أبد، ما له داعي. يعني بلكت يتعظون، بلكت يحسون إنه يابا هذا الشيء حرام، بعد وقت يمهم. الفيديو الآخر اللي عندنا هو فيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا، سقوط الطائرات دائما ما يكون شيء طبيعي، تسقط طائرة، لكن انه تسقط تندعم بتيل هاي كارثة. هذا فيديو من امريكا لطائرة تصطدم باحد اعمدة الكهرباء وتسقط، انه شاهد الفيديو. هذا الفيديو اللي ظهر امامكم، هو ما اعرف بس هي هاي الطيارة مسيرة بها واحد، ما اعرف، بس يعني شكلها مو شكل طائرة مسيرة، بس مال بتيل يعني شقد ناصي شقد ارتفاعك، يعني انتشر بصورة كبيرة جدا هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الطائرة اللي انصدمت بعمود الكهرباء مثل ما تشوفون، هاي باللوفة الثانية راح يجي وراح ينصدم بالتيل حسب المفردة الدارجة مثل ما راح تشوفون، تفلشت راحت بالأسلاك. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. أحمد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام. طبعا هذه التعليق ليس لهذه الطائرة. تعليقات الطائرة سوف تظهر. طبعا ما تقبل تطلع تعليقات الطائرة، ما أعرف ليش، بس على العموم ايه هاي تعليقات طارة. يقول او تقول شهد، يقول وانا عبالي بس بالعراق اكو تيولة مال كهرباء، طلع حتى بامريكا
ما عاد يقول بعد عدل لو والله ما ندري بعد عدل لو لا قدامك الفيديو بعد يجوز طائرة مسيرة ما نعرف عنها بس هي اندعمت بالتيل وانتشر الفيديو. هشام يقول هذه طائرة أطفال تسير على جهاز اللاسلكي والدليل عدم انقطاع سلك الكهرباء أو سقوط عمود الكهرباء أثناء الاصطدام. وين طيارة ألعابها الكبرى من ناول؟ وين أكو شيء؟ تعليق آخر يقول هذه طيارة إلكترونية يتحكم بها عبر الريموت. طبعا ما نعرف احنا طيارة إلكترونية يتحكم بها عبر الريموت، بس المهم لازم نرجع لأصل الفيديو مالتنا حتى نكمل ونتابع الفيديوهات. هذا اللي شفته أمامكم. طبعا الفيديو الآخر اللي انتشر أيضا بشكل كبير جدا وصلت لدرجة لتوفير الطاقة وحتى يسوون التدفئة يحرقون جثث الموتى في أوروبا، يحرقون جثث الموتى حتى يستفيدون حتى يدفون عليها. أحرق جثة على ما يدفع عليها، ماكو هيك بشاعة بالعالم. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. مثل ما تشوفون يحرقون الجثث حتى يدفون، ما اعرف شنو البشاعة هاي. هو كرام الميت دفنه، انت تروح تحرقه حتى تدفه؟ شنو هاي؟ عم الصدق الحمد لله على نعمة الإسلام، ناس تفتح لك معبد هندوسي ببلد مسلم وناس برا يحرقون عمي شنو هاي؟ عمي نعمة الإسلام هاي نعمة فضيلة من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تروح تبكي على قبر فقيدك، وين تلقاه؟ تروح تبكي من النار، كل ما تشوف نار تتذكره. وما يا أخي ما حد يحرق بالنار، بس رب النار. شنو تحرقون الجثة بالنار؟ عمي هاي كارثة. وين راح يوصل بينا؟ ما أعرف، هاي أوروبا من وراء الغاز ومن وراء الحرب اللي صايرة عندهم ما أدري وين راح نوصل. خلينا نشوف التعليقات. على العموم أحمد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. تعليق آخر يقول أظن الموضوع فيه نوع من الجدية لأن تعددت فيديوهات على الموضوع. أنس يقول الحمد لله على نعمة الإسلام حتى الميت عندنا يتم إكرامه وكرام الميت دفنه. قيس يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. عيسى أحمد يقول أو عيسى محمد ما أعرف اسمه يقول بداية انهيار أوروبا وتآكل أمريكا من الأطراف وتقوقعها حسب ما يقول هو. هذه كانت تعليقات فيديو الحرق، حرق الجثث، المشهد الفظيع. يعني ما أعرف شلون، ما أعرف. الفيديو الآخر اللي عندنا ماكرون رئيس فرنسا يقول أمريكا تبيع الغاز للحلفاء بأربعة أضعاف. عم ماكو شيء، أربعة أضعاف. يعني شوف حليفه تبيع الغاز أربع مرات. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on peut pas payer nous le gaz quatre fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que c'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. أربعة أضعاف تبيع لهم الغاز والناس مكيفين وهاي أمريكا. عم أمريكا تنهب الشعوب، تريد تاكل الشعوب، هذا هو شغلها الشاغل، يعني تاكل الشعوب. أربع أضعاف تبيع الغاز، هاي كارثة. يعني ما أعرف يعني وين أو شو وقت تصحى الدول، ما أعرف. هذا ماكرون رئيس فرنسا يقول أمريكا تبيع الغاز لحلفائها أربعة أضعاف، طبعا مستغلة حرب أوكرانيا وروسيا وهاي. وهي فرنسا أصلا هسه بها بنزين وطوابير وازدحامات وهذا. هاي الدول اللي ساهمت بخراب البلد والمنطقة الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. هي جاي يصير بهم هاي الدول.
خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول مارتن: اصلا امريكا ضحكت على اوروبا من اجل دولار، من اجل الدولار والبيع، وكادت ان تضحك على تايوان، لذلك اصبحت اوروبا لعبه بيد امريكا، وان لم يلحقوا نفسهم سيهلكون، وامريكا بانتظارها اعاصير وعواصف. امينه تقول افريقيا تدفع الثمن مو فرنسا. اما الدغيم يقول اسال الله ان يشتتكم ولا يجمع شملكم. تعليق من الامام الامام الامين يقول حتى اليوم ولا تعرف سياسة امريكا، نام في العسل يا شيخ امريكا، سياستها نهب الشعوب ولا تسأل عنك اكلت او جعت، سياستها نهب الشعوب. تعليق اخر يقول كان يعتقد ان امريكا هي الجزائر، يأخذ الغاز بابخس ثمن. لا، هو يعتقد ويدري ان امريكا هي شيء، ولكن هذا الموضوع يعني هو شغل الشاغل، انه امريكا هي لازم بالموضوع الغاز، موضوع الحروب اللي تصير بين الدول، هي لازم تكون لها ايد بي. الفيديو الاخر ايضا لمطار غريب من نوعه، اول مره اشوف مطار قد الطرمه قد الحديقه. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. حمي راح يوقع، انه لو يوقع لو قبال الجبل، ماكو هيك مطار هاي بالنيبال، طيارتين يتسع بس، وحده تدور وحده تنزل وحده، ماكو هيك مطار يعني. فعلا هذا المطار اغرب مطار ممكن تشاهده واصغر مطار ممكن تشاهده بحياتك، ما يكفي سياره تطول بيها، كوستر بلا تريلا ما تقدر تمشي بيه. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. تقول شهد: والله ما اسافر بهيج مطار، فعلا ينطبق علي المثل لو بالهدف لو بالنجف. اما الفلش تقول الطياره تحسها صاعد سايبه، شلون يلوفها بكل سهوله؟ شلون يلوفها الطياره صغيره؟ مروان يقول كان جراج العلاوي مو مطار. اما اخر تعليق يقول ترى مبين مو مال المسافرين، تلقاه مال هذول اللي يحبون، او شي يحبون الطيران، يحبون الطيران وهاي الكبرى يصير. امير يقول اريد اعرف هاي البيوت اللي بصف المطار عوائلها هم ينامون لا ما ينامون؟ والله ما نعرف يعني ينامون لو ما ينامون، بس هي هاي هذا المطار اللي شفتوه هو موجود في نيبال على ما اعتقد، يتحمل بس طيارتين، طيارة تنزل تدور وطيارة تطير، انه قدامه جبل، وهذا الجبل يعني بعد ما اعرف لو يندعم بالجبل لو ينزل جوه بالوادي، ما اعرف يعني. على العموم هذه كانت مواضيعنا لهذا اليوم وفقراتنا، وبها فيديوهات منوعة وبها ايضا اخبار. ارجع قبل لا اختم ادقق على الموضوع الاول، الموضوع المهم راح نبقى نتابع هذا الموضوع، موضوع البنك المركزي والفوائد اللي ياخذها على القروض من مرضى السرطان، راح نتابع هذا الموضوع ونجيب تفاصيله، وان شاء الله نثنيهم عن هذا القرار ونخليهم ينطون هذا المبلغ بدون ديون وبدون فائدة وبدون كل شيء ينطون المرضى. مشاهدين الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في مال الله.